صباح الخير، انا لسه صاحي من نومي على وقت حلو وانا فقير بقى، وفي هنا حتى ملك هنا وحش مش عايز يديني اي حاجة. روحت له مرة وطردني مش عارف بقى، فانا هسأله المرة دي فرب يوافق. انا اول حاجة معايا 5 خبزات، هروح له يا ربي يوافق. ايه ده، تصدقوا في حارس هناك؟ في حارس هناك. طب لما رحت له مرة ما كانش عنده حارس، شكله استدعى حارس. طب هنشوف كده. يا رب. حارس. نعم، انت مين؟ انا جاي بس اكلم الملك، فينفع بس اكلمه شوية في حاجة يعني؟ دقيقة بس. ماشي، ادخل. شكرا. مالك، انا جيت لك مرة تانية بس محتاج مساعدة بسيطة. انت ليه جيت تاني؟ انا جيت تاني بس يعني مساعدة كده، يعني محتاج مساعدة. تقدر تساعدني بأي حاجة؟ لا، روح عندك، روح. خلاص مش ماشي. خلاص يا جماعة، موافقش تاني مرة. رب اعمل ايه؟ رب رب يوافق يا رب. انا مش لاقي حاجه ومعيش بس حاجه، رب بس ال5 خبزات دول يكفيني بس اسبوع حتى يا رب. طب انا هستنى 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 كده شويه قبل ما ينسى يعني الجرة واللي حصل ده. طيب انا هفكر، مش لاقي حاجة اعملها. صدقوا ايه ده، ده جه الليل، جه الليل كده فجأة. طب يلا ننام، نخش ننام، نصحى تاني يوم نسأله. يلا اهو اهو هناك. في كريم. حتى في كريبر هناك عامل له هيفجر فيا. صعب شكله من سبب الليل اللي جه. حتى انا غلبان يعني، معيش حاجه اضربه بيها، حتى سيف معيش حاجه. استنى كده، هستنى لحد ما يمشي ويختفي. حتى لو الدنيا بتيجي تمطر بتقعد المطر تسرب عندي حاجه صح يعني. تخيلوا بس حياه الغلابه، انا اطلع ازاي؟ اهو بعيد. اقفل الباب لحسن يدخل كريبر يبوظ لي بيتي. زومبي. رب اهلا يا حارس، جيت لك اليوم التاني بس ينفع ادخل تاني بس اكلم الملك دي تاني؟ طب انت ليه جيت؟ انا جيت بس اكلم بس الملك يعني. مش دقيقة واحدة، دقيقة. الملك انا جيت لك تاني، ينفع بس مساعدة بليز؟ انت ليه جيت تاني؟ انا بس محتاج مساعدة. ماشي، طب اصبر عنك. حاضر. يا شباب، يا رب يا رب يديني دايموند، يا رب رب يديني دايموند. هوب، حط ال5 خبزات دي هنا. تعالى خد. شكرا بجد. شكرا كمان امرولد. ماشي يلا، شكرا. ماشي عفوا، امشي بقى. يلا، ده انا قلت له يديني دايموند، قلت له يديني حبات دايموند، اداني بلوكات دايموند. حتى شفت الكريبر اللي هناك.
يا اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك جدا. مش عارف اقول ايه، خلاص بقى انا اكبر دماغي من الملك ده وامشي منه وابتدي بقى اظبط مكاني واقول لي حلو. صباح الخير، يا انا لسه شاري بيت من الدايموند، من لما الدايموند بتاعي دايموند شويه دايموند خلصوا، بس مش مشكله بقى معايا شويه دول. والبيت ده معجب فيه اوي، يعني عارفين بقى لما فقرة تدخلوا في حياه الاغنياء، ده حياه الاغنياء حلوه قوي. شكل الليل جاي ولا ده عكس المفروض، يا حياة الأغنية جميلة. بس انا حاسس بحاجة، الملك اللي اداني الفلوس انا عايزة اطمن عليه، حاسس يعني احساس كده يعني في قلبي يعني، بس انا هروح كده اطمن عليه اشوفه اللي حصل له بقى معاه ايه. بقى شايفين الحارس، اوبا ده نايم. طيب بس ما ينفعش ادخل من غير اذن، حاجة عيب يعني. طيب حضرة الحارس، ايه ده انت مين؟ ايه انا كنت جارك اللي هناك المسكين، انا مش عارف حد هناك، يلا امشي. ماشي طردني طردني، مخليناش ادخل، مخلينيش ادخل. طب استنى كده تاني يوم يا رب كده يوافق. افضل كده واقف مستني، افكر كده، افضل افكر وافكر، انا لازم افكر اعمل ايه كويس، لازم افكر اعمل ايه كويس. الله تفكير. ايه ده سامعين صوت النظر؟ الدنيا بتمطر. الدنيا شكلها الدنيا بتمطر. طيب انا مش هخشني كده اتفرج شويه على المطر الحلو ده، بحب انا شكل المطر، بس تصدقوا شكل المطر حلو كده. احب انا اتفرج على المطر. يلا ننام، نصحى تاني يوم ننام. نام يا اوش، في وحش قدامي مش هقدر انام، الوحوش دي بتقلقني. افكر وحش وحش، في سكيلتون هناك، سكيلتونين، ده سكيلتون. ماما يلا نام. لازم ده اروح اطمن، لازم اطمن عليه، ده حاجة مهمة يساعدني. يبقى انا برضو اساعده يعني، مش انا مالي وقف كده ليه. يلا اروح اروح، لا مش من هنا، من هناك. هو الحارس، ربي يوافق. ثم قبل ما ادخل يا رب يا حارس، حضرتك انت اللي جابك تاني. عايز ادخل اطمن على القائد.
ينفع؟ ماشي ادخل دلوقتي. لما انت قلت ماشي ليه تراجعت عن كلامك؟ ماشي ادخل. اضربني ليه؟ ادخل. ايه ده؟ ايه ده؟ فين القائد؟ ايه؟ فين القائد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين القائد؟ راح فين؟ انت السبب. انا السبب ايه؟ انا السبب ايه؟ طب صدقني ما عملت حاجة. انت السبب. صدقني ما عملت حاجة في ايه؟ ده الحارس ده وحش، ولا هطمن ولا ما اطمنش. خلاص انا شفت اللي حصل، هبقى مع بيت جميل ده، شكله هيعيش حياه حزينه. لو عايز ترجع تعالى عندي. لما القائد بيختفي ومش عارف راح فين. فطبعا يا شباب احنا هنقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. يا لهوي ما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان يوصل. لا انا هلسه نص قلب. يا نهار ابيض ضربه وخلاص. وانا اتحداكم توصلوا الفيديو ده ل50 لايك، وانتم قدها، انتم قد طبعا ال50 لايك. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، ولو عجبكم الفيلم الفقير والغني اكتبوا لنا في التعليقات. تمام اكتبوا لنا في التعليقات لو عجبكم الفيلم. انا بنطر دايما ويشجعوني يعني. لو عايزين نكمل في السلسلة دي هي بصراحة عجبتني، بس لو عايزين نكمل عليها يعني وصلوا الفيديو ده ل50 لايك وانا هكمل في الحاجات دي. لو انتوا عايزين وصلوا ل50 لايك واشتركوا في القناة. يلا سلام.